أهلا بكم من جديد. أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رسميا نجاح خطة حج هذا العام، وقال إن حج هذا العام نجح على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية، وأكد أنه لم تسجل حوادث أو أمراض بيئية أو وبائية بين الحجاج. طبعا هذا النجاح الذي تفخر به المملكة كل عام وتشارك فيه جميع الجهات والوزارات، وتكتمل البهجة اليوم أيضا والفرحة بتمام وإتمام ضيوف الرحمن مناسكهم بعد أن دعوا الله وحجوا البيت العتيق ووقفوا في عرفات ومنى ومزدلفة، وكان حجهم ميسرا. من الجانب الاجتماعي سوف نتحدث الآن عن فرحة العيد للمسلمين وفرحة الحجاج بإتمام حجهم مع ضيفنا الكريم هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم الزبن، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. دكتور إبراهيم، في البداية نقول لكم كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، والتهاني بعيد الأضحى المبارك، وأيضا بهذه الفرحة الغامرة بنجاح موسم حج هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أشكر لكم استضافتي، ثم أبارك لكم بعيد الأضحى المبارك، وأيضا أبارك الحمد لله على نجاح هذا الموسم، وهذا الحمد لله امتداد للعوام الماضية. كل سنة المملكة العربية السعودية تقدم خدمات متميزة لموسم الحج، وتمتاز بالحقيقة بهذه الخدمات، مما يسهل للحجاج أداء مناسكهم. والحقيقة هذه النجاحات تحسب لنا كسعوديين وتحسب للمسلمين بشكل عام، والحمد لله على هذه النعمة، وإن شاء الله أن العوام القادمة نحقق نجاحات أكبر بإذن الله. طبعا هذه السنة دكتور إبراهيم تمكن بفضل الله قرابة 1,000,000 حاج من أداء هذا الركن العظيم، ونحن اليوم في اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني من أيام التشريق، وبقي يوم أخير غدا للمتأخرين من الحجاج، والجميع القلوب نحن نرصدها، والزملاء الله يعطيهم العافية في المشاعر المقدسة رصدوا لنا هذه الفرحة الغامرة التي اكتست بها المشاعر المقدسة ورسمت على وجوه الحجاج. الحجاج أتموا هذا الركن، وأيضا فرحوا بالعيد وفرحوا بإتمام النسك. ما الأثار الاجتماعية التي تنعكس على المجتمع من تمام أي عبادة أو أي نسك؟ بالطبع كما تعلم الجميع أن هناك عيدين في العالم الإسلامي تحتفي بهم، العيد الأول وعيد الفطر المبارك، ثم عيد الأضحى المبارك، والذي يتزامن مع موسم الحج. والحجاج الذين يأتون من كافة أقطار العالم، من مجتمعات مختلفة، من دول مختلفة، من ظروف مناخية مختلفة، ظروف جغرافية مختلفة، أيضا هناك نوع من التنوع نسميه لحد ما في اللغات وفي يعني العادات والتقاليد والقيم التي مرتبطة في مثل هذه المناسبات. لكن هناك قيم مشتركة الحقيقة تشترك فيها كل المجتمعات المسلمة، وتتضح هذه القيم أو هذه القيم المشتركة في المواسم، مثل كما هو حال موسم الحج. بالتأكيد أن الحجاج يعيشون فرحتين، فرحة الحج وفرحة العيد، وغير الحجاج من المسلمين يعيشون أيضا فرحتين، فرحة نجاح موسم الحج وفرحة أيضا عيد الحج. وهناك أيضا لو أذنت لي دكتور، في كل موسم عيد له خصوصية وله عبادات خاصة به. في عيد رمضان ما يسمى عيد رمضان عيد الفطر نخرج زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى يقدم المسلمون
أضحياتهم لله سبحانه وتعالى تقربا وعبادة لله سبحانه وتعالى. وأيضا حتى هذه الأضحية تقسم أقسام معينة يشارك فيها المجتمع، ما أثر ذلك؟ بالتأكيد النسك يعني أو يعني المرتبط بعبادة الحج أو فرض الحج هو نسك مشترك بين المسلمين، سواء الموجودين الذين يعني في دون فريضة الحج أو الذين يعني لا يؤدون هذه الفريضة، وهو نسك كما ذكرتم ذبح الأضحية. وهذه الأضحية بالتأكيد أنها سنة نبوية وسنة مؤكدة كما اجمع عليه العلماء، وما تقريبا في كل العالم الإسلامي هذه الفرحة ربما الذي يعني مر بتجربة كما هو تجربتي الشخصية في مجتمعات غير مسلمة أثناء يعني إقامتي في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء البعثة الدراسية، كنت ألاحظ الفرق الحقيقة بين المجتمعات المسلمة عندما تمارس هذه القيم الاجتماعية المرتبطة بالشريعة الإسلامية أو النسك المرتبطة بهذه العبادات، وبين ما هو في المجتمعات المسلمة كما هو الحال المجتمع السعودي. وبالتالي نستشعر الحقيقة حجم الفرحة التي يعني ربما نحن كمسلمين في بلد غير مسلم عندما نمارس مثل هذه الطقوس ومثل هذه العبادات، نجد أن هناك نوع من التميز، التميز الفكري، التميز الإيديولوجي، التميز الاجتماعي في العبادات التي نقوم بها وهي يعني مرتبطة بالشريعة الإسلامية مقارنة بالديانات الأخرى أو بالمجتمعات الأخرى لا تدين بالشريعة الإسلامية. هنا ربما تتضح المسألة بشكل أكبر من الذين يعني اعتادوا سنويا على أن يمارسوا هذه يعني الشعائر الإسلامية، وبالتالي تصبح أشبه ما تكون بالأشياء التي اعتادوا عليها وليست بحجم الملاحظة التي عندما تعايش مجتمعات غير مسلمة وتمارس مثل هذه الشعائر. هذا الحقيقة ربما جعلت لدي أنا وممن يعني ارتبطت ظروفهم الحياتية في المعيشة في خارج نطاق المجتمعات المسلمة لاحظنا حجم يعني حجم الفروقات وقيمة الفرحة المرتبطة بهذه الشعائر وهذه النسك. وكنا الحقيقة في وقتها نتابع عبر يعني بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت بداياتها وأيضا عن طريق بعض القنوات التلفزيونية، كنا نتابع فرحة المجتمعات المسلمة بهذه الأعياد سواء عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى. وأيضا عندما نمارس يعني الشعائر المرتبطة بهذه الأعياد نلاحظ الفروق في مدى سعادتنا وسعادة الأسر المسلمة في هذه الدول أو هذه المجتمعات غير مسلمة مقارنة بالمجتمعات المسلمة. الحجاج والله الحمد المنة كل سنة يمارسون شعائرهم ويؤدون ما عليهم من مناسك في ظل ولا الحمد لله الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. واستشعر الحجاج كل سنة حجم الخدمات التي تقدم لهم من خلال الجزء الحكومية المختلفة سواء في المجال الصحي، المجال الاجتماعي، المجال الاقتصادي، المجال المتعلق البيئي. والله الحمد لله كما ذكرتم قبل قليل في تقريركم أنه لا يوجد الحمد لله هذه السنة إصابات في أي أوبئة. المتغير الآخر الذي أنا يعني أحب أن أؤكد عليه وهو أنه كما تعلمون جائحة كورونا ارتبط فيها بعض الممارسات أو بعض خلينا نسميه الاحترازات الصحية التي قللت من حجم أو من أداء بعض المناسك في فترة سابقة، ومنها الاجتماعات الأسرية وأيضا الاجتماعات المرتبطة بهذه الشعائر وهذه النسك. بعد كورونا كما نشير في دراساتنا وأبحاثنا وأيضا في مشاركاتنا الإعلامية أنه ما بعد كورونا أو جائحة كورونا لن يكون كما هو حال ما قبل جائحة كورونا، وبالتالي هناك بعض التغيرات ولكنها في مجملها تغيرات لا تمس حقيقة هذه المشاعر ولا حقيقة هذه المناسك. ولذلك يعني المملكة العربية السعودية بما حققته من نجاحات الحمد لله في مواجهة هذا الوباء استطاعت أن توفر بيئة آمنة صحيا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ساعدت في أن يمارس الحجاج كل الشعائر بكل أريحية وبكل
الحمد لله حتى إصابات الحجاج كانت محدودة جدا الصحية، معظمها ارتبطت بأمراض مزمنة قد يكون أصيبوا فيها قبل يعني أداءهم مناسك الحج، وبالتالي هذا يعني الأمر نستشير كمسلمين. جميل. طبعا نعرف دكتور أن خلال السنتين الماضيتين جائحة كورونا ربما عندما تسببت في شلل شبه شلل للعالم أجمع، المملكة اتخذت التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المسلمين، وعندما نقول المسلمين نحن نقولها ونحن دقيقون في هذا الوصف، لأن حجاج بيت الله الحرم عندما يأتون إلى موسم الحج هم يأتون من مختلف أقطار العالم الإسلامي، ثم بعد أداء الحج سوف يعودون إلى مختلف هذه الأقطار، وبالتالي حضورهم وذهابهم وحركتهم في ظل تلك الجائحة كان يمثل ربما أحيانا نوعا من الخطر عليهم، فاتخذت المملكة تدابير الوقائية وأقيم موسم الحج في ظروف استثنائية معينة، لكننا لمسنا مقدار الشوق لدى المسلمين لعودة الحج بأعداد كبيرة، وها هي المملكة اليوم في هذه السنة بعد الحمد لله يعني إن شاء الله انتهاء هذه الجائحة تعود الخدمات وتعود الأرقام للارتفاع، والسنة القادمة إن شاء الله إلى أرقام أخرى. أيضا ما أثر ذلك اجتماعيا ونفسيا ودينيا على المسلم الذي وفق لأداء هذه الفريضة بعد هذا الشوق؟ الحقيقة أنا تابعت بعض التقارير التي نشرها القنوات سواء الرسمية أو القنوات التواصل الاجتماعي وغيرها، والحمد لله مجملا المناخ العام هناك الحقيقة رضا عالي جدا من الحجاج ومن المعتمرين ومن مودين المناسك بشكل عام عن مستوى الجانب الصحي، بالذات نتكلم عن الجانب الصحي ومستوى الوقاية التي الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسر لنا في هذه الدولة المباركة ووفر للحجاج، وانعكس ذلك على ممارستهم الحج بأريحية واطمئنان. الحقيقة عندما يعني تتابع هذه التقارير وتسمع يعني تعبيرات هؤلاء الحجاج لا تجد إلا الحمد لله الشكر والثناء والفرحة التي يعني تعود عليهم. بالتأكيد أنه يعني اكتمال الحج أداء مناسك والعودة إلى وطنه بعد انتهاء المناسك وهو في صحة ولله الحمد منه يعني كاملة وبدون إصابة بأي أمراض، وخاصة الأمراض المرتبطة بهذه الجائحة، بالتأكيد أن هذا يعتبر بالنسبة له كحاج يعني مكسب بالإضافة إلى مكسب الحج. ونحن نعلم تماما عندما نرى بعض التقارير المرتبطة ببعض الدول التي تمارس بعض يعني خلينا نسميها بعض الاحتفالات أو ما شابه ذلك، وكيف أنه بعد الاحتفالات يكون هناك الحقيقة إصابات في بعض ارتفاع معدلات ارتفاع الإصابة في جائحة كورونا أو حتى بعض الأمراض المزمنة أو الأمراض المعدية. فعندما نلاحظ الفرق في هذه يعني المشاعر بين هؤلاء وهؤلاء تجد أنه الحمد لله الحاج يأتي المملكة العربية السعودية وهو مطمئن تماما، ويعود لبلده وهو مطمئن أيضا لله الحمد منه أنه مارس هذه الشعيرة وأدى هذا الفرض دون أن يعني الحمد لله أي أثر صحية أو أثر يعني نفسية تؤثر على أداء المناسك. الحقيقة يعني السنة هذه من الأشياء الجميلة أيضا استخدام التقنيات الحديثة في الحج، وهذه التقنيات ساهمت أيضا وساعدت في عمل نوع من الضبط يعني سلوك الحجاج وأيضا لتفويج الحجاج ولمشاعر، وانعكس ذلك أيضا إيجابا على مشاعرهم وعلى إحساسهم بقيمة ما قدم لهم من خدمات صحية وخدمات أخرى ساهمت في أداء هذه المناسك. جميل. أخيرا دكتور، لو أردنا أن يعني نعود بالذاكرة قليلا إلى شيء من المواقف الإيجابية والأثار الجميلة لهذا التقارب بين المسلمين في هذه المواسم، ماذا يمكن أن تستحضر لنا من الذاكرة؟
بالتأكيد أنه يعني الحضور أكثر من جنسية وتحمل أكثر من لغة وأكثر من يعني ثقافة في 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 صعيد على صعيد واحد، والتقائهم بمناسبة دينية بهذا الحجم، تتكلم عن عدد تقارب المليون حاج، بالتأكيد أن هذه سوف يعني تزيد الحمد لله من أواصر المحبة بين المسلمين في العالم الإسلامي و كل المراقبين سواء في داخل المملكة أو خارج المملكة يلاحظون يعني المشاعر الجياشة والفرحة الغامرة التي يعني يعبر بها الحجاج عن ما يعني تم بالنسبة لأداهم منسك الحج أو فريضة الحج. وأيضا يعني لعلي أعود بما ذكرته في البداية، أنه الذي يعني أقام في دول غير مسلمة أو مجتمعات غير مسلمة يمكن أن يلاحظ الفرق الحقيقة في هذا المستوى من التلاحم والجوانب النفسية والاجتماعية، وأيضا يعني الأثار المترتبة على ذلك والأبعاد المترتبة على أداء هذه المناسك والاجتماع في على صعيد واحد في وقت واحد في زمن واحد في مكان واحد. هذه بالتأكيد لها أثارها على المدى الطويل وعلى المدى أيضا القصير، سواء على الحاج نفسه أو على أسرته عندما يعود أو حتى على المراقبين من خارج المجتمع السعودي. ربما أطول يعني كانت مسيرة من مزدلفة يعني الحقيقة إلى منى، كانت الحقيقة مسيرة جميلة جدا ومنظر بهيج، وهذا لله الحمد المنة من النجاحات التي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تشكر عليها الحكومة المغربية السعودية. في كل عام يحققون نجاحات هائلة في تفويج الحجاج وفي تسهيل مهام حجهم وعودتهم، وهم يعني الحمد لله يعني مكتملة لهم فرحتهم بعودتهم لوطانهم وهم أدوا هذا المنسك. جميل جدا. أنا أتوجه لك بالشكر الجزيل الدكتور إبراهيم الزبن أستاذ علم الاجتماع على هذا الحضور، ونجدد التهنئة لكم، كل عام وأنتم بخير، وأيضا نجدد التهنئة لكل مسلم على وجه هذه البسيطة بهذا النجاح المتميز لموسم حج هذا العام. شكرا لكم. حبتنا ما زلنا نواصل هذه التغطية المباشرة المشتركة بين قناتي روتانا خليجية والرسالة لتغطية نجاح موسم حج هذا العام. بعد الفاصل نعود إليكم.